السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنشوف مع بعض طريقة السمبوسة في جهاز التوستر جانو. جهاز جانو عملنا فيه أكتر من وصفة، إن شاء الله بجمع لكم كل الوصفات في قائمة وأسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت. ده عندي جهاز جانو، ودي السمبوسة اللي أنا هستخدمها. ده النوع اللي أنا بستخدمه حلو جدا من غير زيت، وده نوع حشوة الجبنة المراعي حلوة جدا، جربوها هتعجبكم إن شاء الله. جهاز جانو الصواني اللي أنا هستخدمها صواني التوست، هو بيجي معاه صواني مخصصة للسمبوسة اللي هي دي، بس بتاخد حجم صغير جدا اللي هي ميني السمبوسة. لو هنعمل الحجم العادي مش هتاخدها، فأنا بضطر أستخدم صينية التوست اللي بتيجي مع الجهاز علشان تشيل معايا أو تاخد معايا الحجم ده. هنبدأ الأول نسخن الجهاز، هنرش رشة من الزيت أو دهنة خفيفة من الزيت، وبعد كده هنشغله وهنسيبه لحد ما يسخن تقريبا 3 أو 4 دقايق لحد ما يسخن. اول ما اللمبه الخضراء تشتغل كده خلاص تمام بقى سخن. هنضيف حبات السمبوسه وهنقفل الجهاز، هنتاكد ان هو مقفول كويس وهنسيبه لمده 8 دقايق. بعد 8 دقايق هتكون اتحمرت من تحت ومن فوق مش واخد لون كافي، لان السطح بتاعها بيبقى مش ملامس لسطح الصينيه اللي فوق علشان التجويف. فهدهنه او هرش رشة خفيفة من الزيت وهقلبه الناحية التانية، وهسيبها كمان 3 دقايق لحد ما تتحمر او تاخد لون خفيف شوية. هي مش هتتحمر برضو من تحت كويس زي اللون ده، لكن على الاقل نتأكد ان العجينة من الناحية التانية استوت معي، اتعرضت للحرارة واستوت. فهنسيبها من ناحية 8 دقايق والناحية التانية 3 دقايق كده خلاص تمام. بعد كمان 3 دقايق هي مش هتاخد لون اكتر من ده، حتى لو سبتيها كمان 10 دقايق مش هتاخد لون اكتر من ده، والجبنة اللي جوه هتتحرق وطعم السمبوسة مش هيبقى كويس. ف3 دقايق كفاية على ما العجينة تتعرض للحرارة، اللي هي الناحية التانية من السمبوسة العجينة بتاعتها تكون اتعرضت للحرارة واستوت معانا. فده كان عندي نتيجة السمبوسة في جهاز التوستر، اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يعجبكم وتشاركوني برأيكم في التعليقات. مع السلامة.